دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، وايضا اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار دوري ابطال اوروبا لكره القدم، وفي اطار ايضا الجوله ال 18 من الدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق مهرجان التحرير الثقافي اللي بتنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع دار نشر ومكتب التنمية في مقر الجامعة القديم بميدان التحرير، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 22 إبريل الجاري. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. هيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الأسباني في 9 ليلاً. في نفس التوقيت هيلتقي أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة. هيلتقي الجونة مع سموحة في 4 عصراً. في 7 مساءً هيلتقي أمبي مع الداخلية. في نفس التوقيت هيلتقي البنك الأهلي مع طلائع الجيش.